السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة فلوق تغير جوك. اليوم جينا لكم فيديو جديد وفلوق جديد ان شاء الله ومنطقة جديدة راح نتحدث عنها. هاي المنطقة تسمى منطقة الملعب او ما يسمى بمنطقة المحكمة القديمة. طبعا هذه المنطقة تكون مقابل المحكمة القديمة اللي بمدينة زاخو، وبنفس الوقت ايضا يقابلها ملعب زاخو الدولي، ولهذا سميت بمنطقة الملعب. راح أتحدث لكم اليوم إن شاء الله عن مساحات وأسعار وإيجارات هذه المنطقة. راح أخذ جولة مثل ما تشوفون السعاني دخلت بها، إن شاء الله راح أخذ جولة وأتحدث لكم عليها إن شاء الله، خليكم ويانا. هسه إحنا حاليا بمدخل المنطقة، طبعا هاي مدخل المنطقة من جينا من الشارع العام مقابل المحكمة القديمة دخلنا. هذا مدخل المنطقة مثل ما تشوفون، منطقة راقية جدا نظيفة ومرتبة وهادئة كلش كلش. مساحات البيوت هنا بهذه المنطقة طبعا مساحات كبيرة كلش، يعني 400 متر 500 متر اكو 300 متر، يعني اقل من 200 ما اكو، هذا اقل شي 200، يعني اقل شي 200 متر. مثل ما تشوفون بيوت ضخمة وحلوة ومرتبة بها وكلش. فمثل ما قلنا المساحات يعني بالقليل بالقليل 200 وتصعد ل 400 وشوية. اكو مثلا ما يعني بيوت دمج مدمجين، يعني مساحة تكون اكبر توصل ل 600 واكثر. فيعني اذا نتحدث عن الحدود تبدي حدودها من 200 متر الى حد 400 متر او 500 متر وهكذا، هذه الحدود. طبعا اسعارها صراحة كلش غالية، يعني تبدأ من الاربع دفاتر، اقل شيء اربع دفاتر، يعني اربع دفاتر شيء بيت طابق بيت بسيط يبدي باربع دفاتر وانت صاعد، يعني 12 دفتر 13 دفتر 8 دفاتر 10 دفاتر، ايضا مثل باقي المناطق حسب المساحة، النظافة، كم طابق، كم غرفة، الخدمات اللي بيها سويتات ما بيها سويتات، هذه طبعا قربها بعدها. طبعا هذه البيوت بهسه بهاي المنطقة اللي يعني دي اتصور بيها، هذه اغلى شيء لان تكون على الشارع العام ومنطقة كلش مرتبة وهادئة، يعني كلش نظيفة وهادئة هذه المنطقة، يعني هذا الفرع. واسرع اخذ لكم جولة ان شاء الله داخل الفرع عمينا حتى تشوفون بقية أفرع وشوارع المنطقة. نرجع مثل ما قلنا لكم بالبداية، المساحات من 200 إلى 400 متر أو أكثر تصل ل 500، يعني أكو تقريبا هيك مساحات. والأسعار مثل ما ذكرناها تبدأ الأربع دفاتر إلى 9-12 دفتر 10 دفاتر 8-6 حسب، يعني حسب الفرع وحسب المساحة والنظافة، كم طابق كم غرفة، بناء قديم او حديث. هسه دخلنا بهذا الفرع راح نتجول داخل المنطقة واشوفكم الافرع اللي بيها ان شاء الله. اما بالنسبة للايجارات، طبعا الايجارات هنا غالية كلش، يعني توصل لاربع ورقات، يعني 400 دولار او 500 دولار حسب اذا طابقين اذا طابق. ايضا يعني تعتمد على المساحة والنظافة، بس خلي نقدر نحدد من الثلاث ورقات للأربعة ونص خمسة، من الثلاث ورقات أربعة ونص خمسة، يعني بهالحدود. صراحة كلش غالية، يعني هاي المنطقة غالية لكن تستحق، منطقة نظيفة وهادئة ومرتبة وقريبة على السوق مركز المدينة. هسا هذا الفرع احنا دخلنا بيه. هسا مثل ما تشوفون طبعا الأفرع متباينة، اكو أفرع مثلا واسعة واكو افرع ضيقة، يعني حسب كل فرع وطبيعتها. طبعا هاي الاسعار ايضا تختلف، هسه تشوفون بس طبعا اجواءها كلش حلوة، تشوفون يعني مشجرة بيها اشجار اجواءها حلوة. هذا الفرع الاخر، بس راح اخذ بعد ان شاء الله واشوفكم اللي بيها، خليكم ويانا وتابعوا ان شاء الله. راح نعلق على الفيديو على الاشياء اللي نشوفها ان شاء الله.
طبعا هذه المنطقة خليني أذكركم، هذه تكون يعني خلف منطقة آجي تشمي. إذا تتذكرون عندي فيديو همين على منطقة آجي تشمي، أيضا منطقة راقية وحلوة كلش. هذه تكون خلفها يعني تقريبا ملاصقة لها. طبعا بعض المرات الناس هاي أيضا تسميها منطقة آجي تشمي، لكن هي بالحقيقة منطقة الملعب مقابل الملعب، تكون هاي تسمى بهالاسم. طبعا متداخلة هي وآجي تشمي. بظهر هذه المنطقة أيضا أكو مولات، كافتريات، أسواق، كل شيء بيها. هسه احنا طالعين هذا للشارع العام، هذا الشارع العام راح نطلع بيها، هذه يكون الملعب، ملعب زاخو يكون مقابلنا. انتو تشوفون اجواء حلوة كلش بهالمنطقة، وبيوت حلوة وحديثة، يعني شيء مرتب، بيوت حلوة كلش وراقية، يعني ما شاء الله بيوت عامرة، بيوت ضخمة ضخمة، يعني مساحات فيها كلش مساحات كبيرة. هسه احنا طالعين للشارع العام، مثل ما تشوفون هذا الملعب راح يكون مقابلنا. يعني تخيل كل ما يصير مباريات انت خطوتين تكون بالملعب باللعبة. منطقة حلوة مرتبة، الشارع العام نظيف، الشارع الداخل ايضا نظيف، يعني كل شيء يعني ما شاء الله. هاي شركات، طبعا شركات اثاث بيها، شركات العفو، مولات بيها، مراكز تسوق شوية اصغر من المول، يعني شوية اصغر، طابق واحد مو طابق، يعني المول عادة يصير طابقين يعني، لكن مركز تسوق يكون طابق واحد. وهذه الاماكن، هذه المناطق مثل ما تشوفون، ايضا شركات البيع بالاقساط وهالامور. هذا الشارع العام وهذا الملعب مقابلنا يكون، هذا منطقة آجي تشمي تشوفون تصير مقابلها، هذه بالملعب تكون مقابلها. هذا الشارع العام، استطلعنا للشارع العام، هذا راح اخذ جولة شوية بالشارع العام حتى تشوفون همين. خليكم شوية يم الملعب نصوره همين، شوفوا هاي منطقة آجي تشمي اللي ورانا صارت منطقة الملعب. طبعا لهنا راح انهي الفيديو ان شاء الله، واشوفكم في فيديو قادم وفلوق جديد ان شاء الله. مع السلامة.